حول إصلاح وتقوية الشبكة الطرقية بالمدن والأقاليم المحدثة مؤخرا للفريق التجمع الوطني الأحرار. تفضل السيد نايب. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، السادة الوزراء المحترمين، السيدات والسادة النواب المحترمين. كما لا يخفى عليكم السيد الوزير المحترم، فإن مجموعة من الأقاليم والمدن الفتية من المملكة والتي تم إحداثها خلال العشرية الأخيرة لا زالت تأمل في تعزيز بنيتها التحتية، خاصة فيما يتعلق بتشييد الطرق وإصلاح شبكتها، نظراً لما لها من دور حيوي وتنموي على الصعيد الإقليمي والمحلي. من هذا المنطلق نسألكم السيد الوزير المحترم، هل من إجراءات وتدابير تعتزم الوزارة وزارة تشغيل النقل اتخاذها بهدف تعزيز الشبكة الطرقية لبعض الأقاليم والمدن المحدثة مؤخرا في المملكة؟ شكرا سيد الوزير. تفضل سيد الوزير. أشكر الفريق المحترم على طرح السؤال فيما يتعلق بالأقاليم المحدثة. يمكن لي نقول لكم أنه من خلال التجربة ديال سنة ونص على مستوى الحكومة تبين، وهذا يجب أن نكون صرحاء، أن هذه الأقاليم المحدثة تحتاج إلى تقريبا إلى كل شيء، تحتاج إلى كما حصل سابقا، وكنظن كاين بعض الأقاليم نجحت في ذلك، أن يكون عندها مخطط ديال التنمية ديال الإقليم، يعني أشني المؤسسات اللي خصها تكون موجودة عندها، أشني يعني البرامج اللي خصها تكون على مستوى الإقليم ولكن أيضا على مستوى الجماعات. وضمن هذا المشروع التنموي لكل إقليم تتدخل كل وزارة حسب التخصصات ديالها. ولذلك يمكن لي نقول لك انه بالنسبه للاقاليم المحدثه، واحد العدد ديال الاقاليم اليوم تحظى بعنايه خاصه، وتم الاشاره في السؤال ديالكم الى اقاليم بعينها. انا جبت معي حتى لائحه الاقاليم المحدثه وكل اقليم شنو هي البرامج اللي درنا فيها على مستوى الطرق والمنشات الفنيه. يمكن نسلمها للساده السيد النائب اذا يعني عندي كل اقليم محدث شنو كاين في البرنامج ديال المخطط ديال الحكومه، شحال من كيلومتر غادي يدار فيه بالنسبه للعالم القروي وبالنسبه للصيانه وبالنسبه ايضا المنشات الفنيه. ولكن اكثر من ذلك، حنا اشتغلنا الان على مستوى ايجاد مؤسسات تتابع هذا العمل. لذلك قررنا في وزاره تجهيز النقل انه اما احداث مديريه ديال تجهيز النقل في هذه الاقاليم، وبدينا بوزان وميدلتو الان غنمشيو لبعض الاقاليم، واما على الاقل تقسيمه ان سيب ديفيزيون، بمعنى فريق عمل متخصص بهذا الاقليم. ما بغيناش نبقى تابع الاقليم اخر، لانه ملي كيكون تابع الاقليم كيتنسى. حنا كنشتغلوا باش يكون على الاقل فريق عمل تيشتغل، نعطيوه الموارد البشريه. وحنا الان غنوظفوا 300 واحد، قررنا ان الثلثين يمشيو للاقاليم بالخصوص هذه الاقاليم المحدثه، ثم توفير الاليات. درنا واحد عدد الصفقات اليات اللي غيشتغلوا بها باش يمكن لهم انهم يستجبوا للطلبات ديال الجماعات هناك، وينسقوا مع الساده العمال في التدخلات اللي هي مندمجه. وانا بهذه المناسبه واحد العدد ديال العمال كنشكرهم في الاقاليم المحدثه عندهم رؤيه ديال دمج العمليه ديال التدخلات المندمجه في هذه الاقاليم المحدثه، وشكرا. شكرا. تعقيب. تفضل سيدنا. شكرا سيد الوزير. سيد الوزير، الهدف من هذا السؤال هو طمأنة الساكنة المحلية ومختلف الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين بمجموعة من المدن والأقاليم الفتية حول مستقبلها، مستقبل بنيتها التحتية، وفي مقدمتها الشبكة الطرقية، وفك العزلة عن بعض الجماعات القروية. ولعل الأمر ينطبق بالخصوص على إقليم الدريوش الفتي المجاور لإقليم الناظور، والكل يعلم ما يعاني هذا الإقليم بصفة خاصة من خصائص على مستوى الطرق، ومنطقة الريف بصفة خاصة من خصائص على مستوى عامة، فالواقع المزري لبعض الطرق والأزمة المتمثلة في مصادر التمويل وتعدد الدراسات التي لا تعبر في بعض الأحيان عن القيمة الحقيقية للمشاريع الطرقية المزمع إنجازها، فضلا عن الإلحاح الساكنة المحلية على ربط هذا الإقليم بشبكة طرق السيارة من خلال إنجاز المقطع الرابط بين منطقة مزقيتان تابعة لإقليم قرسيف ومركز دريوش، ومن خلاله إلى إقليمي الحسيمة والناظور. كلها أهداف ومطامح ترمي إلى فك العزلة القاتلة التي يعيشها الإقليم منذ إدراجه ضمن خارطة أقاليم المملكة، وإحقاق حقه في البنيات التحتية اللازمة التي ستفتح أمامه بلا شك أفاق التنمية، وإخراجه من التهميش الذي طاله منذ ولادته. السيد الوزير المحترم، لقد آن الأوان لكي تلتفتوا تجاه مجموعة من الأقاليم والمدن الفتية وإلائها العناية اللازمة على مستوى تقوية وتعزيز بنيتها التحتية من مسالك طرقية
معبدة وتثنية وربط بشبكة طرق السيارة، مما سيمكن من فك العزلة عنها ما يقال على إقليم دريوش. يمكن كذلك أن يقال أن أقاليم اليوسفية، الفحص، أنجرة، برشيد، تونانت، وزان، أزيلال إلى غيرها من الأقاليم. أملنا السيد الوزير معقود عليكم لإيجاد حلول منصفة عاجلة وواقعية لمشاكل الشبكة الطرقية بهذه الأقاليم الفتية، خصوصا أن بلادنا ولله الحمد قطعت أشواط كبيرة في هذا المجال. شكرا سيد الوزير. شكرا سيد نائب. سيد الوزير تفضل. لا متفق معكم السيد النائب المحترم على هذا الشيء كتكلموا عليه. بطبيعة الحال إذا جاد الله وجاد عمر حسب الإمكانيات، ولكن راه كنطمئنكم أنه هذه السياسة ديال الحكومة اللي كتخلق التوازن بين جميع الأقاليم، العدالة في توزيع التنمية على جميع الأقاليم والجهات ديال المملكة، يعني مساعدة الأقاليم اللي هي صاعدة بل حتى الجماعات اللي هي صاعدة. أنا كنتفق معك، كنشتغلوا على هذا الأساس. ويمكن لي نقول لك مثلا دريوش عندنا برنامج ديال الطرق اللي كيوصل يعني لحوالي 130 120 تقريبا كيلومتر في اقليم ديال دريوش. يمكن ما يكونش كافي، ولكن ان شاء الله انا كنقول لكم كلما توفرت الامكانيات كونوا متاكدين ان هذه الاقاليم تنال حظها كما قلنا من مشاريع ديال التنميه اللي مسطرها الحكومه في البرنامج ديالها. وشكرا. شكرا سيد الوزير.